الكلام الأول أنشأته يا تنفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصل الروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثير بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن أمور مختصة بملكوت الله. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض وقال أيها رجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. انظروا هو ضع على السحاب صاعدا إلى السماء صاعدا إلى السماء صاعدا إلى السماء صاعدا إلى السماء. الابن الوحيد للعذراء وليد كي يصنع خلاص رب الهالكين خيرهم بنين شركاء في الميراث. كلمة الإله جاء من علاه في جسد إنسان صعد للديار فلنرفع الأنظار لنراه بالإيمان. انظروا هو ضع على السحاب صاعدا إلى السماء صاعدا إلى السماء صاعدا إلى السماء. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب الريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. أصوات وطرق ورعود روح الله حل بقوة ألسنة